السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بخير أعزائي المشاهدين والمتابعين. عاجل، الحوثي يحسم الرد على العرض الغربي مبكرا. وإلى التفاصيل. كشفت حركة أنصار الله الحوثيين الثلاثاء موقفها الرسمي من العرض الغربي الأخير بشأن السلام في اليمن. أصدر المكتب السياسي للحركة بيانا طالب فيه القوات المسلحة اليمنية بتكثيف العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها. ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحركة عن المكتب السياسي أمله في تصعيد القوات اليمنية عملياتها ضد الملاحة الصهيونية ومن يرتبط بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. وجاء البيان عقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ عقده لقاء مع وفد الحركة المفاوض في مسقط وسط تقارير عن طرحه عرضا جديدا يتضمن امتيازات سياسية واقتصادية للحركة في اليمن مقابل وقف العمليات ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة فيها بالبحر الأحمر. ويعد خبراء البيان بمثابة تجديد رفض صنعاء التي أعلن مسؤوليها أكثر من مرة رفضهم إقضاء ملف دعم الشعب الفلسطيني للمساومة باعتبار الموقف اليمني الداعم للمقاومة أخلاقي وإنساني وثابت. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.